اكيد. طب كابتن، يعني خليني برضه اسالك سؤال، انه الجيل ده والاساطير دول، فكره الانتماء وقتها لفانيله النادي الاهلي، الفانيله الحمراء، بتشوفها وانت عاصرتهم وحضرتك واحد منهم، بتشوف انه ده لسه موجود دلوقتي؟ الروح دي لسه موجوده دلوقتي؟ بصي، وان احنا صغيرين كلنا كنا في اسره في بيوتنا، يعني احنا كلنا يعني اولاد ناس متربيين في اسر، عارفين الالتزام، عارفين كل حاجه. لما بتخش في النادي الاهلي بتشوفي الالتزام بجد بقى، وتشوفي الحس على الكيان اللي انت داخله فيه. المؤسسه الكبيره دي ليها شويه قانون كده صغير، ما تقدريش تخرجي بره النهج بتاعه. فده اللي بينمي الانتماء عندك، انك انت بتشوفي حاجه كبيره جدا وناس عظماء جدا مسؤولين عنك، بتشوفيهم قد ايه بيبقوا بيحبوكي وبيساعدوكي بس شايف ان في اختلاف دلوقتي ولا ده لسه موجود؟ لا، كاداريا ما فيش اختلاف. لا، مش اداريا، انا بتكلم اللعيبه. لما يجي لنا احتراف في وقت احنا ما كانش عندنا لغه الاحتراف دي بالظبط، وما يحصلش ما زعلش. يعني انا قاعد في اكبر كيان برضو موجود ايامها. دلوقتي الحكايه ورفعت عروض تانية يا كابتن. الزمالك مثلا 150 الف جنيه كابتن حماده امام. كابتن حماده امام، كان في حد تاني برضو معاه، بس ما قدرتش اشوف نفسي غير في النادي الاهلي الحقيقه. النادي الاهلي ما قدرتش، مش مساله انتماء بس، اللي اتربيت عليه واللي شفته في النادي الاهلي يخليكي تفخري انك انت ان شاء الله قعدتي سنه او 6 اشهر او في الناشئين، او كان ليك الحظ زي كده ولعبت وحصلت على حوالي 12 13 بطوله. فرغم الحادثه اللي حصلت لي يعني والاصابات اللي كانت موجوده. عند الحادثه يا كابتن، الوقت ده الكواليس بقى كان وقت صعب جدا طبعا، من بعد فتره تالق كبيره، من انت وانت مرشحه انك انت تبقي من احسن اجنحه افريقيا او احسن لعيبه في افريقيا، الا انك بتبتدي حياتك من جديد بعد كل اللي انا حكيته لك دلوقتي ده. الحادثه حصلت، انا ابتديت من جديد من الزيرو، برجع عشان ازاي العب في الملعب تاني، ازاي ارجع تاني، وكانت معجزه ان انا ارجع تاني. كان الناس شايفه او الدكاتره او كده انه صعب ان حضرتك ترجع؟ عطف، حاله عطف عليا وانا بتمرن، كنت بتمرن الصبح ودور حمامات سباحه وكده، وبالليل اجري لوحدي في الملعب واجرب واتحدى نفسي ونسيت ان انا عندي اصابه. كل اللي انا عايز اعوضه ازاي ارجع اجري في الملعب تاني. فكان ربنا طبعا كبير عليا قوي في الحالتين، يعني انه انقذني في الحادثه وانه رجعني الملعب تاني. وقتها كم كنت كام سنه يا كابتن؟ تعالي 22 سنه ونص، 23 سنه. حد عنده 22 سنه ان هو يعيش تجربه زي دي مش سهله ابدا ان هو يطلع منها. قاسيه جدا يا ساره، بس انت وانت صغيره ربنا مديني نعمه النسيان. يعني كل شهر بيعدي عليك، كل وقت، كل النادي الاهلي ما سابنيش كمان.